رئيسا، وكانت الأغلبية في مجلس الشعب للتيار الديني، وقرروا ان هم يغيروا نوع السياحة في مصر. يعني مثلا قرروا ان هو والله احنا هنوقف السياحه الشاطئيه، هنسمح فقط بالسياحه الدينيه. وده انا سمعته الحقيقه من عدد من ما انا كمان سمعته. المرشحين الرئاسيين الحقيقه، ان هناك فرق لا بين انا مش الحلال متفق مع هذا والحرام. الكلام. هتعمل لا لا انا مش متفق مع هذا الكلام، وانا اعتقد انه هنتكلم بصراحه معاهم. المساله دي يجب ان تخرج عن موضوع السياحه وشكلها ايه. اولا حقائق ما يلي: 11% من الدخل بيجي من السياحه حتى الان، وممكن يجي منه 15 و20%. عدد الناس اللي بتعيش على السياحه كما هي الان 5 مليون مواطن مباشره، وراهم 10 يعني من 15 فوق ال 15 مليون مواطن حياتهم ومعيشتهم بتعتمد على السياحه كما هي الان. اما اذا احنا مسيناهم فده هيؤدي الى بطاله والى مشكله كبرى. المسألة ان احنا مش احنا اللي مفروض ان ننفذ نعتبر ده كافر وده، دول ناس احنا من ثقافة مختلفة وعايزين يجوا يستمتعوا بالشمس ده. خليهم يا اخي يستمتعوا واعملهم الشواطئ بتاعتهم اللي بعيدة، مش ممكن، مش ضروري يكون المواطنين داخلين فيها. انما انت لا ندخل في ثقافة الناس ليه؟ يعني في طريقة ان انت، احنا بنقول احنا بلد اسلامي، او هم اللي بيقول هذا الكلام عايز انه احنا جميعا يعني بنقول ان احنا دولة لا احنا اسلامية اسلامي طبعا. انما اللي بيقول هذا الكلام عايز ايه؟ انه ما يبقاش فيه سياحة شواطئ. نعم. بس سياحة شواطئ لمين؟ للطلاينة؟ للألمان؟ ليه؟ او يعني للمصريين شواطئ حتى، ومش من حال المصريين. ده موضوع تاني للمصريين، ده موضوع تاني للمصريين. خلينا نتكلم على السياحة. السياحة اللي دي لا يجب قفل الابواب على الناس، خصوصا انه المستفيدين من المواطنين مباشرة في السياحة، سواء سياحة دينية أو سياحة تاريخية أو سياحة شاطئية إلى آخر، ما أقدرش أقفلها. هنا سلطة الرئيس إيه بقى؟ هتكون إيه في ظل هذا النظام الجديد بصراحة؟ يعني المجلس الشعب هو اللي هيغير القوانين، وهو اللي هيبدل هذه القوانين فجأة. ممكن هو ده نلاقي، هو ده الحاجة الجديدة في البلد. المسألة ضروري زي الأمريكان والفرنسيين والدنيا والهنود، اللوبي. مش ما تقعديش منتظره البرلمان هيعمل ايه، يجب تتدخلي، تتكلمي مع الناس، تجيبي الاحزاب، تجيبي مجموعات ونتكلم معاهم فيما يمكن ان يتم كليا او جزئيا. المساله مش انت قاعد كرئيس، طب الرئيس ما يقعدش ساكت، الرئيس يجب يتكلم ويقول في هنا احنا حاسين انه في ميل لقرار ما يتطلب سياحه كذا كذا، يتكلم مع الناس، يجيبهم. هتعمل ايه لو الاغلبيه متجهه وهذه هي الديمقراطيه؟ ده موضوع تاني. هنعمل ايه بقى؟ ده موضوع تاني. احنا الرئيس يجب انه يستخدم مركزه وحضوره في انه يتكلم في هذه الامور، ويتكلم بصراحه مع النواب ومع غيرهم. لكنه لن يستطيع ان هو انه يغير. لا 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 يستطيع ولا يصح ان هو يلوي حتى لو كان ده ضد قناعاتك، حتى لو ضد قناعاتي يجب، الديمقراطيه كده يجب ان تقبلها. انما انا بتصور انه لما بيتدخل الرئيس وقوة سياسية اخرى تساند الرئيس، لن يكون القرار حدا بالشكل اللي انت بتقوليه. لو كنت رئيسا كنت هتكمل موضوع الخصخصة ولا مش هتكمله ولا لا؟ ده جزء من الاقتصاد. الخصخصة انواع، يعني ممكن تخصخصي ادارة مشروع ما، مش شرط تبيعي هذا المشروع، انما الادارة تكون إدارة تفهم يعني إيه الإدارة، مش مجرد إن واحد خلص شغله فجايبينه عشان يصبح هو المدير العام أو رئيس مجلس إدارة. لا، الخصخصة بحر كبير جدا، اللي حصل حصل، إنما الخصخصة دي يجب تتعامل بقواعد. ثورة الثروة بتاعت البلد تبقى موجودة، إنما كيفية إدارة هذه الثروة، زائد إنه فيه شركات ممكن تخصخصيها، إنما تباع بسعرها العادل وبحنكة. يعني احنا عايزين نبيع دي ليه؟ ونبيعها لمين؟ ممكن نبيعها للمصريين، ممكن نبيعها للعرب، ممكن نبيعها للاجانب، ازاي وشروطها ايه؟ وبسرعه علشان ما نعملش قرار ونتخذه ثم نرجع فيه، لان ده بيهز صوره مصر وبيهز اقتصاد مصر. هتفرض ضرائب، هتوافق او تؤيد فرض ضرائب على الثروه، ضرائب ازيد على الثروه مثلا في الفتره القادمه ربما لسد عجز؟ احنا ممكن نتكلم في ضرائب تصاعديه وضرائب يعني ثابته، وهذه الضرائب يجب تكون لها سقف معين، انما يجب كمان ان احنا نحمي الطبقه الفقيره
من الضرائب ونخليها ترتاح فيها. وأما الضرائب وضريبة القيمة المضافة والضرائب أكثر نوع يعني أنواع كثيرة من الضرائب دي يجب أنها تساس بسياسة فيها المزايا الاقتصادية وأيضا الناحية الاجتماعية. لو كنت رئيسا وجالك مجموعة من مجلس الشعب وقالوا لك أنت نريد تطبيق الشريعة، يعني إيه جالي مجموعة يعني مجلس يعني الشعب مجلس الشعب هم قالوا الدستور الآن نريد تطبيق الشريعة كما هي يعني كما بحذفرها وليس مصدرا للتشريع. يا لميس الدستور بيقول إيه؟ المادة 2 بتقول إيه؟ أنه الشريعة المصدر الرئيسي المبادئ العامة للشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا يجب على الرئيس أن يحترمه وأن يعمل على احترامه ولا يذهب أبعد من ذلك ولا يقف أقل من ذلك. إنما جاي ناس يتكلم نتكلم ما فيش مانع يعني إنما هذا هو الدستور. طلبوا منك أو مثلا أدخلوا مشروع قانون لتطبيق الحدود يناقشوه، هل هذا دستوري أو غير دستوري؟ احنا لا يصح ان احنا لا راي حضرتك انا راي الدستور بس انا بقف عند الدستور، الماده الثانيه من الدستور باراها كافيه واراها سليمه ومتينه بس. مين اللي هيبقى في عهدك يقرر السياسه الخارجيه لمصر؟ يقرر السياسه الرئيس، انت طبعا يعني رجل سياسه خارجيه في المقام الرئيس الاول، الرئيس ومعه وزير الخارجيه وبيضع في الصوره قطعا رئيس الوزراء وفي لجنه شؤون خارجيه في البرلمان، لجنه حقيقيه مش لجنه زي اللجان السابقة، لجنة حقيقية هتعمل مجلس مجلس ما يسمى بمجلس السياسة الخارجية. أنا أعتقد أنه يجب يكون في مجلس أمن قومي زي على غرار الموجود في الولايات المتحدة على غرار الموجود وفي غير الولايات المتحدة مجلس أمن قومي هو اللي بيعرض عليه هذه الأمور بيساعد الرئيس على اتخاذ القرار بيمشي مع بيتابع الأحداث بالتوازي مع وزارة الخارجية ومع أجهزة أخرى كثيرة، هو ده ويكون فيها قطعا وزير الخارجيه وقطعا وزير الدفاع وقطعا كذا. وزير الخارجيه في عهد عمرو موسى حينفذ القرارات ولا يكون صانع قرار؟ وده كان خلاف رئيسي بين حضرتك وبين الرئيس السابق مبارك. وزير الخارجيه هو وزير الخارجيه ما فيش كلام يعني، ايوه هو منفذ اما انه صانع لا قرار. لا له دور في صنع القرار، يعني رئيس الجمهوريه ما صحش يصحى الصبح يقرر القرار من غير ما وزير الخارجيه ما يعرفه. يجب يقول كان بيحصل ده في عهدك والله والله يعني قليلا ما كان يحصل، انما في الاخر حصل. حصل في ايه؟ تذكر حدثة في الاخر في موضوعات بالذات القضيه الفلسطينيه والنووي وغيره كنت بتصحى تلاقي قرار متاخد. بس لا اسمعي، صعب جدا تخطي وزير الخارجيه اذا كان وزير الخارجيه وزير خارجيه حقيقي، من الصعب تخطيه. يعني ايه؟ انه في النهايه هتنفذ ازاي؟ ما هو لابد اصدار تعليمات، هذه التعليمات بس القرار اتخذ القرار يعني القرار ده اتخذ ان احنا مثلا ما نمشيش في موضوع النووي ده ما نتحمسش له. فطب هتمشي ازاي؟ امتى اختلفتوا في الاخر؟ في قرار موجود قدام الجمعيه العامه. تنفذ القرار ده ازاي؟ وزير الخارجيه طالما لم يستشر، وده حصل، اعطى التعليمات بالمضي قدما في القرار. كان ايه القرار اللي اختلفتوا عليه في الاخر؟ كان خاص لا اكتر من قرار بس مش وقته النووي مش كده كان النووي احدها بس ده مش هو مش وقته ده. فوزير الخارجية في عهد عمرو موسى إذا كان يجب أن يكون مشاركا ويستشار في شأن أي قرار، مش فوضى، دي دولة ديمقراطية. رئيس الجمهورية مش هو صاحب العزبة دي، لا، رئيس الجمهورية هو الشخص الأول في هذه الدولة، إنما معه مساعديه. يجب أن هو يسأل وزير الخارجية ويتكلم معاه، إحنا عايزين نعمل كذا. الوزير قد يقول له لا يا رئيس أنا بأرى شيء آخر، وقد يقتنع الرئيس بهذا الكلام. خلاصة القول احنا ما تفكريش في العهد القادم كجزء من العهد الماضي. ده عهد جديد بيحكمه دستور. حتى برغم ان عمرو موسى هو جزء من العهد الماضي والعهد القادم يعني يعني ايه جزء؟ يعني حضرتك عشت معانا سنوات طويلة في طبعاً في العهد الماضي زينا كلنا يعني. بالظبط كده. يعني عشنا في مصر في العهد الماضي وفي العهد ده وفي العهد القادم ان شاء الله. لا يعني هذه خبرة السنوات الماضية وانت تعيش في ظل حكم معين، هل هتنتقل معاك؟ يعني ايه اللي هتاخده منها وايه اللي هتسيبه؟ خبرتي في السياسة الخارجية دي خبرة مستقلة قائمة بذاتها، توضع امام مصر سواء في زي ما كنت وزير خارجية في 10 سنوات اللي فاتت، وانا اعتقد ان دي افادت كثيرا لان كان لوزارة الخارجية مواقف واضحة وهي اللي ربما حمت مصر كثيرا في سنوات التسعينات ومن وقت اجتماع مؤتمر مدريد الى 2001، من
ان وزاره الخارجيه كانت ماشيه بطريقه واضحه جدا طبقا للاجنده الوطنيه. ده مش معناه ان الرئيس لم يكن، انما حصل الخلاف بقى مؤخرا لظروف كثيره وضغوط كثيره وربما التوجه السياسه المصريه توجه مختلف، كان وزير الخارجيه بقى ما يقدرش ينفذ هذا. خلاص، ايه اللي هتاخده معاك من السنين دي؟ ايه اللي هتاخده معاك من هذه التجربه عشتها داخل الحكم؟ تاخد معاك ايه وتسيب ايه؟ اولا انا اخد معي الخط القومي الواضح اللي مشيت عليه وزاره الخارجيه، والخط القومي ده مش خط عاطفي ولا خط هتافي، ده خط مصلحه فيما يسمى في السياسه الاطار الحيوي، المنطقه الحيويه لاي بلد. احنا عندنا منطقه حيويه اكثر من منطقه حيويه، اكثر من مجال حيوي، سواء في الشرق العالم العربي قطعا، الشرق الاوسط، افريقيا، البحر المتوسط، عندنا اللي هو الجيره اللي حوالينا، اللي انا لما كامين عام للجامعه فسرتها في اطار الجوار العربي. هذا الجوار العربي هو المجال الحيوي لمصر، فضروري ان ناخذ في اعتبارنا في رسم السياسه المصالح المصريه في هذا المجال الحيوي بما فيها افريقيا والمياه، العالم العربي وقضايا الشرق الاوسط والامن الاقليمي، البحر المتوسط وتوصله باوروبا والعلاقة التجارية الواسعة معاه، فدي بحور، بحار كبيرة جدا يجب ان احنا نكون على وعي بها، والرئيس يجب ان يكون على وعي بها، وبالتالي الرئيس المتمرس في السياسة الخارجية مطلوب. لو كنت رئيسا هترفع حالة الطوارئ؟ اول شيء اعمله، اول شيء ربما في اليوم الاول، لانه قانون العقوبات كافي. قانون العقوبات والنظام القضائي المصري خصوصا مع الإصلاح اللي بيحصل فيه وتسريعه وتسريع تعامله مع القضايا، أنا أعتقد هذا كافي. لو كنت يعني البلطجي كما القانون الطوارئ بيعاقبه، قانون العقوبات بيعاقبه، يعني القانون طبعًا. العادي، القانون الطبيعي طبعًا. لو كنت رئيسا كنت هتعمل ايه في قضية البطالة؟ البطالة جزء من المشكلة الاقتصادية ومشكلة الفقر في مصر، الفقر اللي ضرب فوق 50%، يعني بين كل 2 مصريين واحد فقير، ده اللي احنا وجدنا في مصر الآن. البطالة مسألة خطيرة جدا، خصوصا انها هي احد النتائج الأساسية لسوء إدارة الاقتصاد، فتلاقي الاستثمارات مش موجودة، ما بتجيش، العمل بتقل، البطالة بتتسع، الظروف الإقليمية من حوالينا بيعود المصريين. ولذلك انا اقترحت بدل بطالة، وبدل البطالة ده مش مجرد عنوان ولكن بخطة معينة. يعني ايه؟ انه احنا بنشتغل دلوقتي على تحديد الحد الادنى للاجور. نعم. فبدل البطالة يكون نصف الحد الادنى للاجور ولفترة محددة، تقوم الدولة فيها هي وشركتها وشركات القطاع الخاص بإعادة تأهيل العمالة، إعادة تدريب العمالة، بانها في عمال غير مهرة نجعلهم مهرة، عنوان ووظائف أو حرف مش مطلوبة في السوق الحالي سواء داخليا أو ما حولنا، يجب نعيد التدريب في هذا. فالبطالة يجب ندرس فورا موضوع بدل البطالة بشكل أنا بقول عليه بقترحه يعني، ومش أنا بس الحقيقة، كثير من الاقتصاديين اللي كانوا معايا في هذا الإطار. والنصرة ده بدل مادي، يعني دعم مادي مع التأهيل مع التدريب ولفترة محددة. نعم. لفترة محددة بتربطه بشروط مثلا أنه يجب أن يكون جدا في حضور التدريب ويأخذ شهادة في النهاية عشان الحكومة تبقى مسؤولة عنه وتقدر، لأنه طالما أنت عندك عامل ماهر ثقي. نعم. أنه حيكون تحت الطلب في كثير من الدول المجاورة مش بس العربية. ده ناحية. كذلك احنا بنتكلم البطالة والفقر مش في حاجة محددة هتعمليه دلوقتي، إنما في إطار مشروعات كبيرة أو مشروع كبير، منها المشروعات الضخمة، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها الاستقرار اللي هيجيب الاستثمارات في الخارج. يعني إيه؟ يعني خلق فرص عمل كبرى. في المشروع اللي أنا قلته، اللي أنا اقترحته خاص باللامركزية، أنا اقترحت أيضا إعادة التخطيط المحافظات خصوصا في الصعيد. الصعيد عبارة عن حاجة بالطول كده، واخد بالك، مفيش اتساع، فأنا اقترحت أن المحافظات الصعيد تكون عرضية تصل عرضية،
عرضيه تصل عرضيه تصل من البحر الاحمر الى الظهير الصحراوي. ده بنضيف لكل محافظه في الصعيد مشروعات يعني ابواب للثروه السمكيه السياحيه والطرق اللي هتوصل اليها. الطرق دي بتؤدي الى وجود بنزين، محطات بنزين، وجود اوتيلات، موتيلات الى اخره. ده بيفتح ابواب رزق كتيره وابواب عمل، فرص عمل كتير للمحافظات دي، بالاضافه الى الظهير الصحراوي اللي يجب ان يكون مجال للاعمار وللزراعه، وهم طالبين كده لانه الظهير الصحراوي مش بعيد عن النيل، ومشروعات الري او توصيل المياه اليه مشروعات سهله، وعندي خريجين كتار. ولذلك المشروع ده مشروع فيه تكامل بين اللامركزيه واعاده تخطيط بعض المحافظات خصوصا محافظات الصعيد، وكذلك خلق المناطق الاقتصاديه اللي قد تاخذ محافظتين ثلاثه هنا، محافظتين ثلاثه بالشكل ده. لو كنت رئيسا كنت تبدا في العمل لتعديل اتفاقيه السلام وزياده عدد الجنود المصريين على الحدود؟ الملحق الامني. نعم انا شايف انه الوقت حان ان احنا نعيد الحديث في هذا الملحق الامني، لانه في خطر في سيناء وعلى سيناء بالشكل ده. لو كنت رئيسا كنت هتواصل تصدير الغاز لإسرائيل؟ طبعا إسرائيل أعلنت النهاردة أنها خلاص بتعمل منصات لاستقبال الغاز من قطر. أنا هنا بتكلم على قضية اقتصادية سياسية. هي قضية سياسية في المقام الأول، وأنا عايز أعرف الاتفاقية اللي حصلت دي إيه اللي حصل، أنا ما شفتهاش ومحدش شافها مش عارفين إيه اللي حصل بالظبط. هو في قضيتين، قضية ولم تكن تناقش في مجلس الشعب. ما نخشتش على ما قرأت يعني. في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقضية الفساد في تصدير الغاز لإسرائيل. كانت القضية دي على عهد حضرتك أعتقد، أو يعني لا بداية لا الغاز لا كان لا في وقت لا حضرتك؟ لا لا لا، اللي كان في الوقت في أوائل التسعينات كان بعد مؤتمر مدريد والانفتاح المفاوضات المباشرة اللي قامت ما بين فلسطين وإسرائيل والأردن وإسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا وإسرائيل مباشرة. وكان المطلوب في وقتها أنه يبقى في مجال متعدد الأطراف، يبقى في اكتر من مش بس المفاوضين انما دول اخرى عربيه واوروبيه واسيويه وغيره واسلاميه، وكان الامال كبيره في انه خلاص مفاوضات مباشره بدات. فايه اللي يتعمل علشان استعدادا لهذا التقدم في العلاقات؟ فكان منها التصدير والفتح الحدود. فانا كان موقفي انه ندرس، ولذلك في جواب أرسلته لوزير البترول ردا على أو بيسأل نعمل إيه،